في منطقة غانشو بمدينة تشانغي في مقاطعة غانسو، تم استئناف بناء أكبر قاعدة تابعة لمشروع مصادر اللبن العضوي الكبرى، وتم التوصل إلى اتفاقية استثمارية بين 6 شركات معروفة في البلاد في معالجة منتجات الألبان، وبين شركة تشانجين لتربية المواشي وهي أكبر شركة لإنتاج الألبان في غانسو، حيث يجري هناك بناء قاعدة لتوريد الألبان بجميع سلاسلها. أكد الأمين العام الشعبي أنه يجب إكمال عملية القضاء على الفقر في العام الجاري، وكانت أمامنا الكثير من المهمات العويصة. اللام من المفروض أيضا تغلب على تأثيرات الوباء، لذلك فلا بد لنا من مضاعفة جهودنا لتنفيذ العمل ذات الصلة. وتم استئناف الإنتاج في شركتنا الأخرى في محافظة دونشان، وذلك من أجل ضمان تخلص العائلات الفقيرة لدينا من الفقر في العام الجاري. يجري حاليا بناء 3 مراع تشمل 36 زريبة بقر، وبدأت الآن عملية التجريب لبعض المعدات الرئيسية، ذلك لضمان دخول نحو 10,000 بقرة حلوب إلى المراعي الجديدة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، وسيتجاوز عدد البقرات الحلوبات هناك إلى 50,000 بقرة بحلول نهاية العام الجاري. طلب الأمين العام من تعزيز المسؤولية وتطبيق الغاية الأصلية والرسالة في عملنا وإحسان العمل بقدر ما نستطيع. وأنا كأمين لجنة الحزب في قرية تشانجين سأستجيب لمطالب الأمين العام وتوجيهاته، وأركز على الإنتاج الزراعي واستئناف العمل بتزامن مع مكافحة الوباء من أجل تخفيف تأثيرات الوباء إلى أدنى حد.